كل المهتمين بأخبار الأسواق المالية كانوا في انتظار تقرير مبيعات التجزئة الأمريكي الشهري، واللي بيكون ليه تأثير مهم وقوي على حركة الأسواق. بتيجي أهمية التقرير ده عشان هو من أول المؤشرات اللي بتتنشر عن سلوك المستهلك أو المواطن الأمريكي، واللي بالتالي بتحدد مدى قوة أو ضعف الاقتصاد الأمريكي وبالتالي الدولار. التقرير ده بيتعمل مع نهاية كل شهر وبيتنشر بعد حوالي أسبوعين من الشهر الحالي. يعني لو هنتكلم عن النتائج اللي طلعت يوم 15 أغسطس، فدي تقارير مجمعة من تجار التجزئة الأمريكية من أول شهر يوليو لحد آخر الشهر. المفاجأة بقى إن التقرير طلع الشهر ده نسبته أعلى من المتوقع ب3%. يعني كان متوقع إن النسبة تزيد عن الشهر اللي فات 1% عشان يوصل ل4%، لكن اللي حصل ان نسبة نمو المبيعات وصلت ل7%، وده اللي يثبت ان الاقتصاد الامريكي مازال قوي. لو رجعنا لورا شهر واحد بس، هنلاقي ان المفاجأة جاية من ان كان متوقع ان نسبة نمو المبيعات تعلى 5%، والواقع كان انها عليت 2% بس. الحقيقة تقرير المبيعات الشهري على مدار السنين مليان بالمفاجآت، يعني مرة التوقع النسبة تزيد بنسبة معينة وتيجي نتيجة التقرير بأن النسبة قلت، ومرة زي الشهر دوت وشهور كتيرة تانية بيكون متوقع له ارتفاع بسيط وتلاقي نطة جامدة جدا تأكد باستمرار قوة الاقتصاد الأمريكي والدولار. مثال تاني، أول السنة فبراير تحديدا كان متوقع أن النسبة تزيد ب1.8%، لكن النتيجة كانت أن النسبة ارتفعت ب3%، وده كان أعلى نطة ومعدل وصلت له نسبة النمو من فبراير 2022. أنا عارف أن الناس كتير بتكون شايفة خبر زي ده مش مهم قوي واللي احنا هنا، لكن في الحقيقة أن خبر زي ده بيكون ليه تأثير على الأسواق لارتباطه بأقوى العملات في العالم.